بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الكلام الآن عن عشر ذي الحجة، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي في الحقيقة تسعة، هي في الحقيقة تسعة بالنسبة للحاج وعشرة بالنسبة لغيره. هذه الأيام العشر لها فضل عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. ذكر المفسرون أن المراد بهذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، أقسم الله بها، والله جل وعلا يقسم بما يشاء من نفسه ومن خلقه، فهو يقسم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ويقسم كذلك ببعض مخلوقاته، وهو لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه سر عظيم. ومن ذلك أنه أقسم بالليالي العشر لأهميتها وللتنبيه على فضلها والإشادة بشأنها حتى يتنبه لها المسلم. وأما المخلوق فإنه لا يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله لا يجوز، وهو كفر أو شرك، المراد بذلك الكفر الأصغر والشرك الأصغر. وهذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر عشر مباركة، وتشرع فيها أعمال جليلة، تشرع فيها أعمال جليلة، منها التكبير المطلق. فإذا دخلت العشر فإنه يبدأ التكبير المطلق في الليل والنهار وفي كل وقت، يكبر المسلم. الله جل وعلا قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال: والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، يذكر الله جل وعلا فيها بأنواع من الذكر ومنها التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويكررها في فترات ويرفع صوته بها إن كان رجلا، وأما المرأة فإنها تكبر سرا ولا ترفع صوتها. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة. وكذلك مما يشرع في عشر ذي الحجة الصيام، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها. وأيضا الصيام من أجل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح خير وأحب إلى الله من هذه العشر،
ويدخل في الأعمال الصالحة الصيام، لأنه عبادة عظيمة، فيصوم المسلم هذه العشر المباركة لينال هذا الثواب، هذا الثواب العظيم. ومما يتعلق بهذه العشر أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لما في الحديث الصحيح: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، وذلك تشبها بالمحرم. فمن أراد أن يضحي عن نفسه أو يضحي، من أراد أن يضحي عن نفسه منفردا أو يضحي عن نفسه مع غيره مشتركا، فإنه لا يأخذ من شعوره ولا من أظفاره شيئا من بداية عشر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. ومن الأعمال الجليلة في هذه العشر أن الإنسان يكثر فيها من الذكر، تلاوة القرآن وقيام الليل والاستغفار، فإنها أيام مباركة، والعمل فيها مطلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح خير وأحب إلى الله في هذه العشر. والعمل مطلق، كل الأعمال الصالحة ينبغي للمسلم أن يفعلها أو يفعل ما يستطيعه منها في هذه العشر، من الأعمال القولية والأعمال القولية من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، والأعمال العملية كصلاة الليل وصلاة الضحى والصيام، هذه أعمال بدنية، أعمال بدنية. والأعمال القلبية من خشية الله ومحبته والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مستحضرا دائما في قلبه عظمة الله وإجلال الله وتعظيمه. وكذلك الأعمال المالية، وهي في هذه العشر أفضل من الصدقات والتبرعات في سبل الخير من مساعدة المحتاجين وإعانة المعسرين المدينين وغير ذلك من وجوه الصدقات والمبرات الخيرية، فهي في هذه العشر لها فضل عظيم. وإن كان مطلوبا من المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة دائما وابدا، ولكن المواسم التي خصها الله بمزيد الفضل تخص بالاجتهاد في العمل لما فيها من الفضل، ذلك كشهر رمضان وكذلك هذه العشر المباركة ويوم الجمعة وغير ذلك من المواسم الخيرية، ومنها هذه العشر المباركة. فعلى المسلم ألا تفوته هذه العشر وهو في غفلة وانشغال بدنياه، دون أن يكون له إسهاما في الخير ومشاركة في العمل الصالح، فيأخذ نصيبه من فضل هذه العشر المباركة. والموفق من وفقه الله، ولكن الأمور تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى اهتمام، وتحتاج إلى تحري، وألا يغفل الإنسان عن هذه الفضائل وهذه المواسم العظيمة فتمر عليه بدون أن يستفيد منها، فإنها فرص عظيمة تمر في عمر الإنسان يزيده الله بها خيرا وعملا صالحا
إضافة إلى عمله الدائم في سائر عمره، فهذه العشر لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها ونبه على فضلها لأجل أن المسلم يتنبه لها ويستغلها في طاعة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.